تلفزيون توشيبا 21 بوصة فلات في العطل في التلفزيون تفتح التلفزيون قاطع باور نهائي مفيش ليد بينور ولا فيه أي حاجة شغالة خالص. هفتح التلفزيون وأشوف الوضع من جوه. تلفزيون توشيبا 21 بوصة فلات بعد ما فكيته من جوه الشاشيه بتاعه بياناته بفتح مفيش ليد بينور. هبدأ أقيس الفولتيات اللي داخلة للشاشة. كل حاجة بعملها في نفس الوقت. ما عملتش حاجة في التلفزيون قبل كده. أول نوبة يفتح هبدأ أقيس الفولتيات اللي داخل للشاشة واللي طالع من المحول التغذية. أوصل الفولت على مكشف كبير 297 فولت. هقيس الخارج المحول مكشف 110 فولت ومكشف 12 فولت. تلفزيون التوشيبا بيكون فيه خارج 110 وخارج 12 فولت. هقيس الفولت اللي طالع على مكشف 110 عطيني 36 فولت وعلى خط 12 فولت عطيني 2 فولت. الفولت طالع ضعيف جدا. المشكلة في دائرة الباور عشان كده الفولت طلع ضعيف. دائرة الباور هنا بتحتوي على HTR مجموعة من الموحدات ومكشف. أول حاجة أعملها أبدل المكشف اللي بيشغل HTR الأول. فك المكشف من مكانه. قبل ما اعمل اي حاجة في دائرة الباور افضي الشحنة من على المكشف الكبير. ابدأ افك المكشف. مكشف امتى 50 فولت على 100. المكشف الجديد 50 فولت على 100.
بعد ما ركبت المكشف هبدأ اشغل. حقيقي اللد ما نورش معايا، بس حقيقي الفولت تاني، الفولت على مكشف كبير 296 فولت، وعلى مكشف 110 36 فولت، وعلى مكشف 12 2 فولت. بعد ما غيرت المكشف 50 على 100 بدائرة الباور ولا كأن عملت اي حاجة، افضي الشحنة تاني. هبدأ ايش مكونات دائرة الباور تاني، رئيس الموحدات الزجاجية والموحدات العادية، اي حاجة فيها إشة. كل الموحدات بتقيش معايا سليمة. هبدأ افك ال HTR من مكانها. HTR 56 53. بعد ما فكيت ال HTR من مكانها هركب دائرة باور يونيفرسال جديدة، علشان ال HTR مش موجودة حاليا. بعد ما ركبت دائرة الباور الجديدة وصلت الطرف الأحمر بموجب 300 فولت على المحول والطرف الأسود بالأرضي، هبدأ أفتح الليد شغال معايا تمام. هقيس الفولت على خارج المحول على مكشف 110 فولت وعلى مكشف 12 فولت. الفولت على مكشف 110 طالع 86 فولت، وعلى مكشف 12 فولت طالع 11 فولت. هبدأ ازود الفولت شوية اخليه على 110 فولت. هبدأ اضبط الفولت، الفولت طالع على مكشف 110 86 فولت. ده
ازود 100 فولت، 105 فولت، 107 فولت، 110 فولت. هبدأ أشغل التلفزيون. الليد الأحمر شغال، التلفزيون في حالة ستاند باي. بعد ما التلفزيون فتح هبدأ أظبط الفولت تاني، أتأكد منه. حاليا الفولت 97 فولت، هبدأ أزود الفولت 105، 112، 115 فولت. التلفزيون كده السرعة بتاعته الطبيعية 115 فولت، التلفزيون شغال معايا زي الفل. التلفزيون بعد ما اشتغل اشتغل زي الفل. هبدأ اقفل التلفزيون واشغل فيديو اوديو واشوف الوضع ايه. Thank you.